وجهد له برشا تهم فيها التهم تاع تمويل حملة انتخابية وتوفيق شرف الدين المتهم بالاحتجاز وبارتكاب جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتيال، وليلى جفال المتهمة بالتدخل والضغط على القضاة حسب تصريح جمعية القضاة في بل معناها ما يتم عزل، وبعد ما تم عزل 57 قاضي رفضوا معناها تنفيذ التعليمات. كلهم إن شاء الله تكون عندكم شجاعة ترجع غنوشي باش كيستدعيكم عوان الضبط العدلية ويستدعيكم القضاء باش يبحثكم فيما نسب إليكم من جرائم. إن شاء الله تكون عندكم شجاعة باش تحضروا أمام القضاء وتحترموا القضاء. نحن نحترموا القضاء ومش نمتثلوا ليه، وقابلين بكل قراراته لأن واثقين من براءتنا من كل التهم. ونتمنى أن السلطة الكلام تبقى تحول وجهة الناس وتوجه لمنظارهم على مشاكل حقيقية. نتمنى أن تمشي تلاها باش تحل مشاكل التوانسة وتوفر لهم السكر، توفر لهم الكلام، توفر لهم السبيل والغريب. آخر مستجدات لفا القضية نتاعك أنت سي نور الدين في ديسمبر، شنو وصلت بين وصلت؟ آخر مستجدات القضية اللي رفعتها أنا ضد توفيق شرف الدين وكل مساك شنو عند بها، واللي ضافت معهم ليلى جفال وغيرها، واللي هي شكايات في محاولة الاغتيال والاختطاف من طرف مجموعة غير مجهولة. أنا نتحدى توفيق شرف الدين، اسألوه أنتم كل جماعة الخطفين شكون هم؟ الشباب الملتحي اللي يقول البعض كونهم ما همش تابعين للأمن لأساس إزاك أمنية قانونية، واللي يقول البعض أنهم متابعين الحج الشعبي. الحج الشعبي اللي هو أمن موازي للأسف الشديد في البلاد ولا ما حصلش قبل. أنا أتمنى أن توفيق شرف الدين يجاوبني ويقول لي شكون الجماعة اللي اختطفوه. واثنين، أتمنى توفيق شرف الدين يرفع يديه على عوان الضبط العالية ويسمح باستكمال الأبحاث. وأنا مصر على أنه طالب حقي في البحث فيما ارتكب في حقي من جرائم، جرائم التشهير وجرائم الكذب وجرائم الافتراء. تم 1200 مليار لقاوهم التهمة اللي موجهة إيه مساج. نعم التهمة اللي موجهة لك بموجبها ديسمبر أنت كنت موظف. أنا عندي تهمة موجهة ليا وقت الجواب، عندي حتى تهمة وشنو يعني عندي حتى تهمة. أنا لم توجه لي حتى تهمة، وتوفيق شرف الدين هو الذي قال لكم عنده برشا جرائم خطيرة سنقول لكم عليها. برا سألوه قولوا له اللي اختفت على خاطره البحيري واللي حائل على خاطره اليوم رجل غنوشي على القضاء، بالله قلنا شنو هاك شد بقعه وسكت على روحه، لان عارف ما ثم حتى تهمه وما حد ما حتى جريمه، وانا ما ثم حتى جهه قضائيه وجهت لي اي تهمه، وانا موجه تهم وشاكي توفيق شرف الدين وليلى جفال وكل ما ساكشف عنه البحث، ومعاهم بالطبيعه قيس سعيد لانه المسؤول الاول عن كل ما يحصل البلاد من اجل اتهامهم بارتكاب جرائم الوفاق الارهابي في محاولات الاغتيال والاختطاف والاحتجاز القسري باعتراف منظمه الامم المتحده اللي قالت انه محاصره هو احتجاز معناها قسري، واللي تم التدخل في القضاء من اجل منح من فتح الابحاث فيها، وبعض القضاه ووكلاء الجمهوريه تم اعفائهم بسبب انهم اذنوا بفتح باحث في شكايتي اللي موجهه ضد توفيق شرف الدين ومن معه، واللي تم كذلك الضغط على اعوان الضبط العدليه باش ما يواصلوش البحث فيها. وانا نقول لتوفيق شرف الدين رساله مني ليه ورساله مني لعرفه واللي معناها اقل من تحت منه، انا مصر على تتبعه، واذا كان قضاء معناها اذا كان وصل يمنع عوان الضبط العدليه في تونس باش يقوم بواجبهم، فانا مصر على رفع الامر حتى المحاكم الدوليه، لانه ما ارتكبه في حق حزبي وما ارتكبه في حق البلاد من جرائم لا تغتفر، وهي جرائم ضد الانسانيه لا تنقضي بيمر الزمن ويمكن متابعتها من اجله في تونس وخارج تونس، وما عنده من فالت من معناها تحمله مسؤوليه ما ارتكبه. وان شاء الله تكون عنده توفيق شرف الدين، وان شاء الله تكون عنده قيس سعيد، وان شاء الله تكون عندها الجفال اللي ضغطت على القضاة وكان سبب في تدمير حياه 57 قاضي لانهم رفضوا تعليماتها ورفضوا ضغوطاتها، حتى تصريح السيد رئيس جمعيه القضاة معناها المحترم. ان شاء الله تكون عندهم الشجاعه باش يخليه عوان الضبط العدليه يبحثوا في مناسب إليهم من الجرائم، وإن شاء الله تكون عندهم الشجاعة كما شجاعة رجل غنوشي باش نهار تستدعيهم القضاء يجيو يمثلوا أمام القضاء، يمثلوا أمام القضاء ويدافعوا على أرواحهم، وإذا كان يظهر لكم نحن نكذبوا عليهم نفتروا عليهم تو نتحالوا من أجل إيهام بجريمة ومن أجل معناها شهادة زور، وإذا كان ثبت عليهم الجريمة وهم فعلا جريمة مرتكبينها تو يتعاقبوا كما يتعاقب حتى حد، ما ثم حتى حد في البلاد على راسه ريش لا تفارق شرف الدين ولا رج غنوشي ولا قيس سعيد. عرفتوا في اطار جبهه خلاص وحتى في حركه النهضه ان هناك مخاوف جديه من نيه ايقاف رج غنوشي اليوم، ما مدى واقعيه هذه المخاوف؟ احنا بكل حال اللي قلت ونعاود نقول رج غنوشي وكل قيادتنا وكل قيادات المعارضه التونسيه للانقلاب وكل قيادات مقاومه الانقلاب ما همش فوق القانون وما همش هاربين من القانون،
ويلدوا في تونس وعاشوا في تونس وكبروا في تونس وما يموتوا ان شاء الله الا في تونس معززين مكرمين. ونحن نعتبر ان القانون فوق الجميع، ونحن نعتبر ان القضاء واجب احترام القضاء محمول على الناس كل. لذلك عندما ندعى نستجيب، ونتمنى سلطة الانقلاب اللي تحاول من خلال المسرحيات اللي تعمل فيها كيما مسرحية الاستفتاء اللي برمجتها خارج 25، نتمنى تكون عندها الشجاعة أولا باش ما تعاقبش وكي جمهورية، لأنه حال شكاية ضده في الشيخ صرف الدين للبحث كيما حصل بالنسبة معناه وكيل العام في تونس وعدد من وكلاء الجمهورية في برشا جهات، يعني قاضي يتعزل عليها لأنه حال شكاية للبحث صبها صالح ولا عمار ولا نور الدين البحيري ضد وزير الداخليه، يعني عمرها ما صارت في كرفوس حتى في عهد بن علي ما صارش. واثنين، نتمنى تكون عندهم الشجاعه باش ما يضغطوش على الضابط العدليه واللي هما تحت اسرافهم، ويخليهم يبحثوا في الشكايات اللي تم تعهيدهم بها من طرف النيابه العموميه في تونس في بنزرت وفي الكثير من الجهات. وثلاثه، نتمنى ان تكون عندهم الشجاعه باش نهار تستدعيهم القضاء يحترموه ويجي ويقبلوا بالمثول امامهم. هل هناك مخاوف جديه من ايقاف رئيس الحركه خاصه في مخاوف موجوده؟ المخاوف موجودة، و نية وغاية المنقلب ما القضايا هذه اللي افتعل فيها بواسطة ما يسمى بهيئة الخداع اللي تدعي الدفاع لدماء الابراهيمي و معناها بالعيد، ولكنها في الحقيقة دخلت في مسار نتاع خيانة هذه الدماء والمقايضة السياسية بها مع سلطة الانقلاب. المخاوف موجودة، ولكن الرجال ما تخافش من الحبس، ونحن في الطريق الصحيح وعلى حق، واللي يستثمر في المبادئ والقيم عمره ما يخسر وما نش نخسره، سواء كان السيد قاضي التحقيق ابقى الشيخ رجب غنوشي بحال سراح كما يقتضي القانون، لانه الملف ما فيه حتى شيء والمتهمين الاصليين في القضيه بحال سراح، فما ادراك انه واحد ما عنده حتى علاقه بالقضيه لا من قريب ولا من بعيد، وتم ذكر اسمه عارضا يتم معناها ايقافه. واذا كان لا قدر الله تم ايقاف الشيخ رجب غنوشي فلكل حديث مش فقط داخل حركة النخبة، داخل كل الطيف الوطني الديمقراطي المدافع عن الحرية والمدافع على استقلال القضاء. ونحن نتمناه ونأمله أن القضاء يتمسك باستقلاليته وما تخوفوش ال 57 عزل اللي تم المدة الفات، لأن القاضي واجبه هو تطبيق القانون على رجل غنوشي وعلى غيره، والقاضي واجبه رفض كل التعليمات وكل الضغوطات وقتها فعلا يكون قاضي. واظن ان القضاة التوانسة عبروا على معناها ارادة قوية في التصدي للتعليمات، وضحاوا بانفسهم وضحاوا بحياتهم وضحاوا بموقعهم وضحاوا بعائلاتهم من اجل انهم يبقوا محترمين القانون ويبقوا منسجمين مع قيمهم مع بدائهم. وهذا هو القضاء التونسي اللي نحبوه ولا نعملوه.